ماما هو ده وقت تقوير كوسة؟ ما بتمضيش عليا ليه؟ مالك يا اردم؟ وشك مخطوف ليه؟ تعبان كده ومتلخبط، فكر انزل اشتغل شغلانه تانية ونزل سواق على عربيتي واجي اشتغل عندك سواق. ليه يا اسطى؟ ما تركز على عربيتك احسن. لا ما هو الكلام الضيق ده ما بقاش اكل عيش بقى. ضيق؟ هو ايه ده اللي ضيق؟ ايوه يا عم جلال، يا عم جلال انا عايز اكبر. بعدين بقى جو اقف على عربيتك واشتغل على عربيتك وانت اللي هتمشي الدنيا، ده مش هيطلعني خطوه لقدام. بعدين يا جدع عشان ارد لك فلوسك حتى. تفتكر يعني هرفض لك طلب؟ انا عنيا ليك. مش عشان خاطرك انت، لا، عشان خاطر امك اللي لحم كتافي من خيرها. عارف عارف، ربنا يكرمها مطرح ما هي قاعده. طب بدل ما تدعي لها رجعها بيتها. هترجع. وبعدين احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وخلصناه. انت كل ما تتكلم معايا في الموضوع دوت ما بيخلص. ولا انت مراتك مش عايزاها ترجع؟ مراتي؟ هي ليه انا اتكلم اصلا؟ بعدين يا جدع انت، انا بقولك انا راجل البيت، كل الحكايه ان هما يومين يومين انبسط انا وهي وارجعهم على طول. اهو انا ما بقلقش بقى غير اللي بيقول انا راجل البيت ده. عموما انا بفكرك اهو، امك مش هترجع وانا مش مصدقك وانت مش هتعمل اي حاجه. ما انت طول ما انت حاطط في دماغك ان انا كذاب يبقى هكذب عليه. فبره عني بقى اعمل لك ايه؟ عايز تعرف تعمل لي ايه؟ راد امك وبنتها اللي هي اختك لحمك ما ترميهمش في الشارع. حاضر حاضر والنعمه حاضر. ياض هتدعي لك دعوه حلوه ربنا هيكرمك. اسمع الكلام، تعالى يا ابني غير الشاي ده. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.